عودة لحضراتكم مرة تانية، لسه مستكمل معاكم باقي أخبارنا وفقرتنا في صباح أون تايم. وصلت معاكم دلوقتي لأخبار القلعة البيضاء نادي الزمالك. أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن إدارة الكرة هتقوم خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور أن هم ينهوا كافة الأوراق الخاصة بسفر محمود حمدي الونش مدافع الفريق لإنجلترا علشان يخضع للعملية الجراحية هناك. كمان أشار أمير مرتضى إن هو في تواصل خلال الوقت الحالي مع الطبيب اللي هيجري الجراحة للوينش من أجل التنسيق بشأن كافة الأمور قبل سفر اللاعب خلال الأيام المقبلة. كان الوينش طبعا اتعرض للإصابة بقطع في وتر الخلفية خلال مباراة سموحة الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بنتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله، يعمل العملية ويرجع بأسرع وقت بالتأكيد، علشان الوينش للأسف مش من اللعيبة بس اللي بتأثر وجودها مع نادي الزمالك ولكن مع منتخبنا المصري، ويمكن المنتخب يستعد خلال الفترة القادمة لمباريات هامة جدا تستدعي وجود الونش معهم. أوضح مصدر بالجهاز الفني للزمالك أن الفحوصات الطبية اللي خضع ليها أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق أثبتت إصابته بكسر في عظمة وجه القدم. كمان أكد المصدر أن فتوح هيخضع قدمه في الجبس ولمدة أسبوعين تقريبا، الرجلين هتفضل محطوطة في الجبس وهيخضع بعدها لفحوصات طبية بعد فك الجبس مباشرة عشان يحددوا موعد عودته للتدريبات الجماعية. فتوح تعرض للإصابة دي في وجه القدم خلال مباراة السوبر المحلي الأخيرة وتم استبداله على إثرها من المباراة، وكمان تأكد غياب فتوح شهر على الأقل علشان يقدر يكون متواجد في تدريبات الزمالك على إن هو يرجع للمشاركة في المباريات من جديد. كمان قرر فيريرا إن هو يجهز عبدالله جمعة علشان يشارك في لقاء MP، ويمكن ده أكتر حل كل المحللين الفنيين وكل الرياضيين قالوا وتعجبوا لعدم إشراك في التوقيت ده مستر فيريرا لعبدالله جمعة بديل لفتوح بعد إصابته في المباراة. في التوقيت ده يمكن يعني كانت المفاجأة أنه مستر فيريرا نزل السيد نيمار وعكس الملعب، ملعب ما بقاش على عدلته ودى عمر جابر الناحية التانية، وده أثر بشكل كبير جدا أنه عمر جابر بيلعب في ناحية مش ناحيته، هي الناحية الشمال في نفس التوقيت اللي كان ممكن يستفيد من وجود عبدالله جمعة لاعب عنده خبرات كبيرة جدا يقدر يلعب كباك شمال او يقدر يلعب كجناح شمال، وكان بالتاكيد هيكون في فعاليه هجوميه وفي نفس التوقيت يدافع ويكون بيلعب على عدلته، وطبعا عنده خبرات في المركز ده. اعتقد انه مستر فيريرا هيلجا للحل ده خلال الفترات القادمه ان هو يبتدي يشتغل على عبد الله جمعه علشان يكون جاهز المباريات اللي جايه.